يقول: أنا شاب أبلغ من العمر حوالي 20 سنة، ميسور الحال والحمد لله، وأرغب في الزواج من ابنة خالي أو خالتي، ولكن فوجئت عندما قالت لي جدتي التي هي أم أمي بأنها أرضعتني مرات كثيرة عندما كانت والدتي مريضة، فهل يحل لي الزواج من ابنة خالي أو ابنة خالتي؟ وهل يحرم على إخواني ما يحرم علي وهم لم يرضعوا من جدتهم؟ مع العلم بأنني لم أرضع مع نفس خالي أو خالتي الذين أرغبوا الزواج من بناتهم، بل رضعت مع شقيقتهم التي بينهم وبينها حوالي 3 إخوان، وهم من نفس الأم أي أم أمي ونفس الأبي أبي أمي. نعم، ما دام أنك رضعت من جدتك الرضاع المحرم هو 5 رضاعات في الحولين، فإنه لا يجوز لك أن تتزوج ببنت خالك أو بنت خالتك، لأنك تكون عما لهم من الرضاع، وأيضا تكون تحرم عليك كل بنات خالك وبنات خالتك، لأن الحكم ينتشر على الجميع، لأن جدتك أصبحت أما للجميع، أما لخالك وخالتك من النسب وأما لك من الرضاع، فتحرم عليك كل فروعها. أما بالنسبة لإخوانك الذين لم يرتضعوا فلا مانع أن يتزوجوا من بنات أخوالهم أو بنات خالاتهم، ولا يسري عليهم حكم رضاعك أنت.